بطريقة كتير استاتيك والألوان كتير زاهرة. تمثيل فيرست ريت خاصة من جيسي ايزنبرغ يلي كتير بقرب من شخصية وودي ألن، وكريستين ستيوارت يلي بعدها عم تجرب تمحي أثار توايلايت من الكارير تبعها لمحبين أفلام وودي ألن. The Infiltrator موفي جديد من إخراج براد فيرمان يلي أعطينا سيلفيا عند لينكولن لوير ورانر رانر، ومن تمثيل براين كرانستون، جون لوغويزيامو وداين كروجر. وشين بدور أحداثه بالثمانينات بالوقت اللي كولومبيان كارتل عم بتهرب أطنان من الكوكايين لأمريكا. روبرت مازور يلي هو US كاستوم أوفيسر ومهمته مراقبة الحدود، ولما رح يكتشف إنه عملية كتير كبيرة عم تتحضر رح يفوت أندر كوفر على الكارتل الكولومبي لحتى يكتشف حقيقة شو عم بيصير.